أن يطالب المسروق منه بماله. إذا لم يطالب المسروق ما عليه شيء، أقصد ما عليه شيء في أحكام الدنيا، عند الله عليه شيء هين. نتكلم في الدنيا، يعني ليس للقاضي أن يأتي به ويقطع المسروق منه. قال لا أنا، قال روح اشتكي عليه، قال ما أنا مشتكي عليه، أخذ منه يوم القيامة. يا ولد الحلال سرق تقطع يده؟ قال لا ما أريد. في شهود، في كذا، وبلغ نصابا، وكل الشروط منطبقة عليه، بس باقي أنت تروح وتقول فلان أبي أريد مالي، أريد أن تقطع يده. يقول لا ما أريد، الله يسامحه، لا تقطع يده، لا تقطع يده حتى يطالب المسروق منه. فإذا لم يطالب المسروق أو وكيله أو وليه، طبعا إذا كان المسروق منه مثلا طفلا صغيرا وليه، إذا كان المسروق منه مسافرا وكيله. فالقصد أنه حتى يطالب المسروق منه بهذا المال أو بقطع يده، وإلا فلا تقطع يده. نعم.